النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. إذا كان شهر أيار يحل باحتفاليات على امتداد الشريحة العاملة وهي الأكبر في العالم، فإنه يكاد يكون ضيفا ثقيلا على لبنان، فلا العمال بوسعهم الاحتفال بمطلعه وبماذا يحتفلون، ولا العاملين في السياسة وفي قوانينها الانتخابية أنجزوا المهمة التاريخية ليحتفلوا في نصفه الأول بقانون جديد للانتخابات أقله حتى الآن. ولكن كل الأمال معقودة على جلسة الخميس المقبل لمجلس الوزراء، أمال تنسج خيوطها عبر اتصالات مكثفة تجرى بعيدا من الأنظار، خصوصا بعد ارتفاع منسوب الحديث عن النسبية من جديد، وخصوصا في ظل انكباب القوى السياسية على دراسة الاقتراح المقدم من الرئيس نبيه بري في هذا المجال. بعيدا من السياسة وشجونها، تحية من رئيس البلاد للعمال في عيدهم، واهتمام من رئيس مجلس الوزراء بالملف الرياضي البيئي خلال رعايته ماراثون الدراجات الهوائية في بيروت. البداية من الشأن الانتخابي، فقد حذر البطريرك الراعي من التمديد للمجلس النيابي، لأن التمديد اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور. كل مارونية الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي قدسا احتفاليا في مدرسة قدموس في صور لمناسبة يوبيلها الذهبي، في حضور ممثلين عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة والمجلس. الراعي أمل أن يتوصل المسؤولون إلى قانون انتخابي مناسب، محذرا من التمديد لأنه اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب كما قال. إلى هذا الجنوب أرض العيش معا والحوار، نتطلع لنحافظ على هذا العيش، على هذا الحوار بشكل نموذجي، وفي هذا الجنوب نتطلع ليظل العيش معا تسوده المساواة والتوازن في مؤسسات الدولة، بحيث لا يقصى من المشاركة فيها أي فريق، مسيحيا كان أم مسلما، ونرجو لأرض الجنوب الازدهار. بعد ذلك توجه الراعي إلى استراحة الصور، حيث التقى السيدة راندا بري في حضور ممثل رئيس الجمهورية وممثل عن قائد الجيش وعن اليونيفيل. وبعد تبريك مقام السيدة البحار في صور، وجه الراعي التحية لأبناء المدينة التي كانت وستبقى مشعة بحضارتها وثقافتها. ومن حصبية، لفت النائب أنور الخليل إلى أن القانون الذي تقدم به الرئيس نبيه بري هو مشروع متكامل من 23 مادة يقوم على انتخاب مجلس وطني بالنسبية الكاملة على 6 دوائر قابلة للتعديل، ويتم الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويأتي المجلس متلازما مع مجلس الشيوخ يجمع العائلات الطائفية. وأوضح أن رئيس المجلس يرفض كل حديث عن نقل مقاعد عن قضاء إلى آخر أو إعادة تقسيم دائرة بيروت، وأشار إلى أن ما يطرحه النائب جنبلاط ليس بعيدا عن طرح الرئيس بري، في حين أن الرئيس الحريري أيضا منفتح على الاقتراح بإيجابية. النائب وائل أبو فعور يشدد من عيتات على أن الحزب الاشتراكي لن يقبل بفرز اللبنانيين في أي قانون انتخاب، وأن التأهيلي مرفوض من جنبلاط جملة وتفصيلا. في ذكرى 68 لتأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لقاء سياسي بدعوة من وكالة داخلية الحزب في بلدة عيتات مع النائب وائل أبو فعور، الذي نبه إلى أن قانون الانتخاب هو المعبر اليوم لما يسمى المؤتمر التأسيسي. هذا هو المؤتمر التأسيسي يحصل اليوم، لأن قانون الانتخاب هو قانون تأسيسي. وما الذي يحصل؟ يحصل توزيع جديد للمقاعد والمكاسب والمغانم والمواقع بين القوى السياسية على قاعدة الأحجام وعلى قاعدة الاتفاقات المعلنة وغير المعلنة. نحن في قانون الانتخاب لن نقارب هذا الأمر إلا مقاربة وطنية.
أبو فعور الذي أكد أن نائب وليد جنبلاط يرفض المشروع التأهيلي في شكل كامل، أكد حرصه على المصالحة والشراكة والوحدة، لذا فإن جنبلاط من غير الممكن أن يقبل بفرز اللبنانيين وتقسيمهم عبر القوانين الانتخابية. ما معنى أن يحصل أي حزب ونحن منه على 20 و25 مقعد نيابي وأن نفصل اللبنانيين بين اللبنانيين هذا الفصل؟ هذا المنطق اليوم هو منطق تقني، ويقدم على اعتباره منطق تقني، لكنه في الحقيقة ليس على هذا الشكل. إن النقاش في بعض القوانين الانتخابية على قاعدة الفصل الطائفي والمذهبي هو بداية للتقسيم في لبنان. ودعا أبو فعور إلى النظر لما يحصل في المنطقة من حرائق ومن تكريس للتقسيم في مختلف دولها. النائب سمير الجسر أكد أن خارطة الطريق قد رسمت في قانون الانتخاب، مؤكدا في حديث خاص لتلفزيون لبنان موقف كتلة المستقبل برفض التمديد ومحذرا من الفراغ. عم تشتغل بشكل يومي وبشكل جدي جدا. أكون أكيد أنه رسمت خارطة الطريق ووضعت أولويات لهذا العمل، وأنا بعتقد أنه ما في لزوم، يعني ما بقى في مبرر للي كانوا عم يطرحوا القانون التأهيلي انه يطرحوا، لانه الحقيقة عم ينشغل على مؤسسة انشاء مجلس شيوخ، وهذا هو يمثل كل العائلات الروحية اللبنانية، وما في لزوم بعده لأي كلام بقانون تأهيلي. دائما في عدة آراء، لكن انا بدي لك لا بالعكس، وحتى الرئيس بري كمان تقدم بورقة فيما يتعلق بواصل هذا الصيغة، اصلا صار شيء معروف بالاعلام، يعني الرئيس بري تقدم بورقة اقتراح قانون مشان مجلس شيوخ. أنا بدي أقول لك شغلي، كلام الرئيس الحريري كان واضح تماماً أنه نحن لسنا مع التمديد، نحن مع إجراء انتخابات هلأ، لكن كمان بنفس الوقت نحن مش مع أنه يصير في فراغ بالبلد، لأنه الفراغ خطير خطير خطير. نتابع قراءة النشرة، وبالعودة إلى الشأن الانتخابي، ومن العرقوب أهاب العميد المتقاعد شامل روكوز بمن يتحدث عن قانون انتخابات على شفير الهاوية بالالتفات إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، آملا أن يكون الخميس المقبل موعدا لإقرار قانون الانتخاب. خطواتنا بنرسم حدودنا من كل قلبنا عم نقولها، وحدودنا وحدود الكرامة والعزة والرفعة الراس بتبلش من منطقة العروب، من منطقة كفر حمام، كفر شوبة، جبرية، كل منطقة الحدودية الأساسية. قانون الانتخاب بخص كل اللبنانيين. قانون الانتخاب ما فيك تشتغل فيه على شفير الهوية، لأنه تتحكم بالاقتصاد بزبكن هيدا الترهل الموجود بالاقتصاد اللبناني، واللي بعرفه من كل الهيئات الاقتصادية عن امتداد لبنان. ما فيك انت تشتغل بشفير الهاوية بالاقتصاد اللبناني ولا بالسياحة اللبنانية، لكل شي في مؤسسات سياحية عم تستثمر لموسم سياحي عامر نجي نخربته على شفير الهاوية لانه نرضي هيدا السياسي ولا هيدا السياسي. ما فينا نشتغل بشفير الهاوية باقتصاد صناعته مدمرة، ما فينا نشتغل بشفير الهاوية باقتصاد زراعته مدمرة، واغلب المنطقة هون منطقة زراعية، وكل المناطق اللبنانية مواسمها مش عم تعرف كيف بدها تصدرها. هذا منه على مزاج السياسيين. لمناسبة العيد العالمي للعمال في الأول من أيار، حي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون جميع العاملات والعاملين في لبنان في مختلف قطاعات العمل، وقال لكم في عيدكم تحية تقدير والتزام، أما التقدير فهو واجب لنضالكم اليومي في سبيل لقمة العيش وكرامة الأسس التي ترسخ وترسخ تجذرنا في أرضنا، أما الالتزام فهو نابع من صلب رؤيتنا التي نعمل على تحقيقها وتقوم على اعتبار كل منكم عنصرا أساسيا بل المحرك الأبرز لعملية النهوض الوطني والتنمية الشاملة. وأكد الرئيس عون في تهنئته العمل لتحقيق تطلعات العامل اللبناني وحمايته ورفعة مكانته وأعلى شأنه كي تبقى كرامته مصانة.
رئيس الحكومة سعد الحريري وضع السياسة وربطة العنق جانبا وركب دراجة هوائية في إطار رعايته نشاطا رياضيا في بيروت لتشجيع اللبنانيين على استخدام الدراجات الهوائية بدلا من السيارات لتخفيف الضرر البيئي. أكثر من نصف مليون سيارة تتجول يوميا في شوارع بيروت، مما جعل العاصمة وفي كل أيام الأسبوع تعاني اختناقا مروريا حادا. طبعا حل أزمة السير اليومية تبدأ من البنى التحتية وصولا إلى ثقافة المواطن واحترام قانون السير، إلا أن بعض المبادرات سعت إلى تعزيز ثقافة النقل النظيف وتخفيف الازدحام الخانق، فكان مشروع بايك شيرينج سيستم. مشروع بيروت لمحطات الدراجات الهوائية الآلية أطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمجلس البلدي للمدينة وشركة بايك فور أول، في محاولة لتكريس أن الدراجات الهوائية للعموم باتت ضرورية لتقليل الازدحام المروري والتلوث في العاصمة. الرئيس الحريري افتتح محطة النظام الآلي لتوزيع الدراجات الهوائية والممر المخصص للدراجات، مؤكدا ضرورة المحافظة على البيئة. نعمل بيروت مثل ما انتم بدكم اياها، صديقة للبيئة، مثل ما كان الله يرحمه الشهيد بده اياها، وان شاء الله دائما هيك نعمل ايفنتس ما يكون فيها سيارات بس بسكليتات. أنا أظن إنه لازم نخلي نبلش، لأنه الشباب والشابات ناطرين، فالله يعطيكم العافية وإن شاء الله دائما هيك نشوفكم مبسوطين وفرحانين ببيروت اللي هي جوهرة لبنان وجوهرة الشرق الأوسط. الرئيس الحريري شارك المنظمين وأهالي بيروت ركوب الدراجات الهوائية، إشارة إلى أن المشروع يتضمن مراحل عديدة تبدأ بإنشاء 10 مراكز لتوزيع الدراجات الهوائية بنظام آلي خاص، والمحطة النموذجية للدراجات الهوائية تعتبر عينة أولية على أن تتوزع في بيروت 25 محطة مشابهة. وكما في بيروت كذلك في مختلف المناطق اللبنانية ماراثونات بالجملة. شهدت معظم المناطق في لبنان سباقا رياضيا، وذلك عبر مشاركتها وإحيائها للماراثون الرياضي. ففي بلدة كفر حمام رعى العميد الركن المتقاعد شامل روكوز هذا النشاط الرياضي تحت عنوان حدودنا بنرسمها بخطواتنا، الذي نظمه اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع جمعية سباق القمم، والذي انطلق من كفر حمام وصولا إلى شبعة. وفي دير القمر انطلق الموسم 7 لماراثون جبل انطلاقا من عين زحلتة وصولا إلى ساحة دير القمر، حيث شارك أكثر من 5000 مشارك من أبناء الجبل والشوف وسط أجواء حماسية وروح رياضية. وفي رشية أطلقت جمعية ماراثون رشية سباقها السنوي الذي انطلق بفئاته المختلفة من ساحة بلدية رشية مرورا بالسوق الأثري كنقطة بداية، ليكمل المتبرون من مختلف الفئات العمرية السباق بحسب البرنامج بحضور ممثل قائد الجيش العميد علي الحاج حسن، الذي وزع الميداليات والكؤوس على الرابحين في سباق الماراثون. وفي عكار تحت عنوان نركض لأجل عكار وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انطلق نصف ماراثون عكار 2017 دعوة من نادي رياضي عكار حلبة من إحدى ساحات حلبة الرئيسية بمشاركة عدد كبير من المشاركين والعدائين من مختلف الأعمار ومن مختلف القرى والبلدات العكارية، الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الثقافية الأولى من نوعها في محافظة عكار. وفي إقليم الخروب تحت عنوان إيد بإيد لنوصل لبعيد وبرعاية وزير التربية مروان حميدي، نظمت بلدية برجة ونادي اللواء الرياضي برجة سباق الربيع السادس بالتعاون مع جمعية ماراثون بيروت. انطلق العداؤون صباحا من أمام مبنى بلدية برجة، حيث قسموا إلى 3 فئات عمرية بحضور النائب محمد الحجار واللواء إبراهيم بصبوص، الذي أقيم له احتفال تكريمي، واختتم الحفل بتوزيع الكؤوس على الفائزين. أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي أمام وفدي من مردة بعبدة والمتن أن قوة المسيحيين تكمن في اعتناق فكر الانفتاح والانصهار الوطني والعيش الواحد وصولا إلى تحقيق الدولة المدنية، مشيرا إلى أن الفكر التقوقعي فهو فكر تقسيمي ولو من دون إعلان، والدليل ما يطرح اليوم من قانون للانتخابات على تعدد الصيغ مكررا موقف المردة منه. ولفت فرنجي إلى أنه ما يهم هو ترجمة إرادة الناس واحترامها في اختيار ممثليهم مهما كان انتماء المرشح.
وزير الزراعة غازي زعيتر رأى أننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن مدعوون لنحصن الواقع الداخلي بمزيد من الحوارات الداخلية والالتزام بالحوار الوطني محذرا من سلاح العدو الفتنوي، داعيا إلى مواجهة هذه المخططات بوحدة الكلمة والتقريب بين الجميع، متطرقا إلى قانون الانتخاب. كلام زعيتر جاء خلال رعايته لقاء تكريميا أقامته عائلة الطلياني في بر الياس. نجدد موقفنا دائما أننا في قانون الانتخابات النيابية وهو أساس في عملية الإصلاح، نحن كلنا جميعا نبغى هذا الإصلاح في الوطن، ولكن قانون الانتخابات النيابية هو الأساس في هذه العملية، هو الإصلاح بذاته، ومن أجل تمثيل ديمقراطي للشعب وفق قاعدة النسبية طبعا على اعتبار نحن نطرح ونذهب على اعتبار أن لبنان كل لبنان. وزير العمل محمد كبارة أكد في فطور صباحي أقامه النائب سمير الجسر لمناسبة عيد العمال أن لبنان لا يقوم إلا بالحوار والوفاق، مؤكدا أن لبنان سيتجاوز الأزمات وسيتم تأمين فرص عمل كثيرة للشباب والمحافظة على اليد العاملة اللبنانية ووقف المزاحمة الأجنبية. ونوفر فرص عمل لشبابنا، فبالأمن والسلام يزدهر الوطن، لا بالخطب النارية ولا بالتعصب والعصبية نبنيه. لقد شبعنا كلاما شعبويا وشبعنا تحريضا واستغلالا، فكل ذلك لا يوفر أمنا ولا يطعم جائعا ولا يشتري حبة دواء. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي دعا خلال احتفال تأبيني في طير فلساي إلى إبعاد الخلافات السياسية واتخاذ موقف موحد لملف النفط والبدء من الاستفادة من حقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة. تقدمنا على صعيد إنجاز الإطار التشريعي والإطار الإداري للتنقيب عن النفط والغاز. الآن وصلنا إلى مرحلة إقرار قانون الأحكام الضريبية للموارد البترولية. ما أدعو إليه أن لا يؤدي احتدام الأزمة السياسية حول قانون الانتخاب راهنا إلى تأخير الاتفاق على إقرار هذا القانون في المجلس النيابي. من بلدة الطيب الحدودية حيث افتتح مركزا للأمن العام، اعتبر اللواء عباس إبراهيم أن ما يرسم من حولنا أخطر وأبعد بكثير من سياسة تقاسم الحصص في الداخل. فإننا معنيون جميعا وأشدد على جميعا بالإدراك أننا مستهدفون بتجربة عيشنا وفرادتها كنقيض حضاري للصهيونية كما للتكفيريين، وإن دول المنطقة غارقة بأزماتها، لذلك فإن الأولوية لتفعيل مساحات اللقاء والحوار وإنجاز التفاهمات الوطنية لصون الوحدة اللبنانية وللحد من التداعيات الإقليمية والدولية، وهذا ما يستلزم وعيا وطنيا يرى الوطن في مستقبله لا بعين الحصص. فما يرسم وما ينفذ أبعد بكثير من حصة هنا أو غنيمة هناك. قطع أهالي المواطن علي شتلي طرقات مخيم البداوي وأشعلوا فيها الإطارات بعد وفاة قريبهم إثر إصابته ليل أمس برصاص طائش خلال تبادل لإطلاق النار بين تجار مخدرات ومروجيها وعناصر من القوى الأمنية المشتركة. ويسود المخيم منذ الصباح أجواء من الحذر الشديد، في حين شدد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية في محيط المخيم. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. أعلنت السيدة لمى سلام بالتعاون مع البلدية مهرجانات بيروت الثقافية من ميدان سباق الخيل الذي أطفأ العام الماضي شمعته المئة، وحضر المؤتمر وزير الثقافة غطاس خوري والوزير نبيل دفريج ورئيس البلدية جمال عيتاني.
أكد المطران مارون العمار لمناسبة عيد مار جرجس أن الشوف هو وجه لبنان المشرق، لنقول نعم للعيش المشترك. ومن عبر اعتبر راعي أبرشيط صيدا ودير القمر المطران إلي حدد أن المجتمع المسيحي مدعو لأن ينفتح وألا يتقوقع كي نكون بمقدورنا نشر المحبة. أطلق الطلاب في ثانوية الراهبات المخلصيات في عبر حملة بيئية للحفاظ على نظافة الشوارع في المنطقة. وقع الكاتب سيد فرنجي كتابه التاريخ لا ينتظر في اليونسكو بحضور حشد من الفعاليات. بزي الاحتلال العثماني احتفلت طرابلس بذكرى تحريرها 728 في مسيرة جابت الشوارع القديمة في المدينة. في صغرتة وبحضور حشد من فعاليات المدينة تم تكريم الرسام الكبير صليب دويهي وتم عرض عدد من لوحاته. أقامت مزبود معرضا لزهور الربيع في ساحة البلدة في حضور حشد من أبناء المنطقة وفعالياتها البلدية والاجتماعية. برعاية الوزير ملحم رياشي أقامت نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الجرافيكس رالي بيبر تحت عنوان باي ذا واي بالتعاون مع بلدية الحزمية، وفاز بنتيجتها كل من مارك جزيني وفانيسا مسوح في المرتبة الأولى، وفاز في المرتبة الثانية ريتا مهنا ووسام بيسري. وشدد النقيب باتريك نيكوزي أنه في النقابة لا يوجد محاصصة وتمديد وتجديد ولا للطائفية والحزبية، والهدف إعلان شأن النقابة. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. معادلة الطاقة والحرب والسياسة تتجلى في أبهى لبل أبشع صورها في المنطقة من خلال الحرب السورية والأهداف الأجنبية منها. تقرير يلقي الضوء. عندما تستقر الأوضاع السورية ويبدأ العمل باستخراج الغاز السوري ستصبح سوريا واحدة من أفضل دول المنطقة اقتصادياً. بدأ الصراع على الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط خفيا منذ عام 1966 عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقولا للغاز في جبل إيراتوس ثينيس، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين أعوام 1977 و2003 لتؤكد أن الغاز في شرق المتوسط يمتد من شواطئ اللاذقية إلى غرب مصر بدءا من جرف اللاذقية إلى شمال دمياط. ثم شاركت إسرائيل عام 1997 بالبحث بعدما نشرت شرق المتوسط مجسمات إلكترونية، وكانت الحجة دائما إيران، أي اكتشاف أي هجوم صاروخي إيراني ضد إسرائيل. في 17 آب 2010 بعد مسح جيولوجي عبر السفينة الأمريكية نوتلز وبمساعدة تركيا، أعلن أن واحدة من أكبر حقول احتياطي الغاز في العالم تقع شرق المتوسط، وهو حقل ليرتان العملاق للغاز باحتياط قدره 23 تريليون قدم مكعب. على الرغم أن إسرائيل سطت على مياه لبنان ومصر، لكن يبقى نصيب سوريا ولبنان ومصر أكبر من نصيبها. أما تركيا فقد خرجت خالية اليدين، فشواطئها ومياهها خالية من قطرة بترول أو غاز واحدة. فكيف الطريق إلى هذا الكنز في ظل الربيع العربي؟ تسابقت 9 شركات أجنبية عملاقة لاستخراج الغاز والنفط من شرق المتوسط، منها البريطانية والأمريكية والإيطالية والإسرائيلية والهولندية والروسية. كانت إسرائيل وقبرص السباقتين إلى الموضوع، وهذا طبيعي، فالعرب يتعاركون ويتقاتلون ويتناطحون كي يصل كل إلى حورياته في الفردوس المنشود. في 3 تشرين الأول 2012 وقعت الشركة الأسترالية وودسايد عقدا بقيمة 696 مليون دولار مع تل أبيب لاستثمار 30% من الغاز السائل في حقل ليفيتان. وطورت إسرائيل درعا صاروخية سمتها مقلاع داود الصاروخي لصد أي هجوم من حزب الله تحديدا، لأنها تقوم في الحقيقة بسرقة غاز لبنان وغزة، فيما يتركز الاحتياطي السوري من الغاز والبترول في البادية السورية والساحل بواقع 83%، بينما يوجد في الجزيرة السورية فقط 12%. بحسب الدراسات الحديثة تبدأ أبار الجزيرة السورية بالنضوب بدءا من عام 2022، بينما باقي الحقول في البادية والساحل يبدأ استغلالها عام 2018 وستبقى حتى عام 2051 على الأقل. ترتيب سوريا لعام 2008 باحتياطي الغاز كان بالمرتبة 43 عالميا بواقع 240 بليون متر مكعب،
أما في عام 2017 الاحتياطي السوري من الغاز فهو يتركز في منطقة تدمر وقارة وساحل طرطوس وبانياس، وهذا يجعل من سوريا إن تم استخراج هذا الغاز ثالث بلد مصدر للغاز في العالم. سوف تحتل سوريا مركز قطر بعد روسيا وإيران، ويقدر مركز فيريل للدراسات احتياطي الغاز السوري ب 28 ألف تريليون متر مكعب. إن ثلاثة حقول غاز متوسطة الحجم شمال تدمر تكفي لتزويد سوريا كاملة بالطاقة الكهربائية 24/24 ولمدة 20 سنة. إن إصرار موسكو على الدفاع عن سوريا ليس فقط لتأمين منفذ لها على المتوسط، بل الأهم هو الغاز والبترول. فإقامة قاعدة بحرية دائمة في طرطوس سببه بحر الغاز هناك، وهنا تأكيد أن روسيا مستعدة لخوض حرب عالمية من أجل ذلك. فالمعارضة السورية لا تؤتمن حتى لو تعهدت لموسكو، فلن تعمل إلا وفق أوامر أمريكية، وسوف تسلم الامتيازات للشركات الغربية. فهل تستطيع إيران أن تجد لها مقاما على الساحل السوري يناظر القاعدة العسكرية الروسية؟ الجزيرة السورية ودير الزور ومناطق سيطرة داعش سوف تنضب من البترول في الأعوام القليلة المقبلة، لذلك فإن دعم واشنطن لهم مرهون بهذه الثروة. ولذلك تدعم الولايات المتحدة الانفصاليين للوصول إلى دير الزور وجنوب الرقة، عسى أن يستطيعوا ضمها إلى فيدرالية طموحة جدا بين مزدوجين، وهذا مستحيل. إن قيام فيدرالية في محافظة الحسكة هو انتحار اقتصادي، خصوصا بعد سنة 2022 عندما تكون سوريا من أوائل الدول المصدرة للغاز، بينما يكون غاز الجزيرة السورية شارف على النضوب إن لم يكن قد نضب. أما خط غاز قطر فيكون قد انتهى، ولا أمل للدوحة بعد اليوم بمرور هذا الخط عبر الأراضي السورية، ويكون حلمها قد مات. والنتيجة مما سبق، فأي هدوء أو انتهاء للحرب في سوريا يعني أن موازين القوى انقلبت فجأة لمصلحة دمشق عسكريا واقتصاديا، ولذلك سيتم تأجيج الوضع واختلاق معارك هنا وهناك. وبما أن الوكلاء أخفقوا في فرض شروط واشنطن، جاء الدخول الأمريكي المباشر ولسان حال الرئيس ترامب يقول: أريد حصتي من الغاز السوري، كما يقول ترامب إن النفط العراقي لي. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس على سرية تابعة للواء 90 في منطقة القنيطرة السورية، وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت الخميس الماضي مطار دمشق الدولي بصواريخ عدة. وسائل الإعلام نقلت عن مصادر عسكرية سورية نفيها لغارات الأمس، وقالت أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اعتداء إسرائيلي على اللواء 90. تتحضر المعارضة السورية للمشاركة في محادثات أستانا الأربعاء بعد حصولها على معطيات إيجابية حول وقف إطلاق النار ودخول أطراف ضامنة جديدة على الصعيد الميداني. حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما في الطبقة. وافقت فصائل المعارضة السورية على المشاركة في محادثات الأربعاء المقبل بعد معطيات إيجابية مرتبطة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول أطراف ضامنة جديدة، بعدما كان الأمر مقتصرا على روسيا وإيران وتركيا. في هذه الأثناء حذر أفريقيا في المعارضة من تأثير الاقتتال الذي تجدد في غوطة دمشق على محادثات أستانا. وقد أسفرت هذه المواجهات التي يرجح أنها اندلعت بسبب صراع على النفوذ بين جيش الإسلام من جهة وتحالف جبهة فتح الشام وفيلق الرحمن من جهة أخرى عن مقتل عشرات المسلحين، إضافة إلى عدد من المدنيين. هذه التطورات تزامت مع نشر الولايات المتحدة قوة ردع عند الحدود السورية التركية لاحتواء المواجهات المتصاعدة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية. على صعيد آخر، دفعة جديدة من مسلحي حي الوعر في حمص خرجت مع بعض عائلتهم باتجاه جرابلس في ريف حلب، وقد أكد محافظ حمص خروج 400 مسلح من حي الوعر. نشرتنا لهذه الليلة انتهت. ابتسام تلقاكم في 11:30 من هذا المساء. إلى اللقاء.